يتميز هذا الصرح الديني والعلمي بهندسة معمارية أندلسية إسلامية وبزخرفة تلخص الثقافة الإسلامية الجزائرية الأصيلة والعريقة، إذ أبدعت أنامل كل من الخبراء والمختصين والخطاطين في الهندسة الزخرفية وفن الخط العربي بحروف وكتابات قرآنية وإسلامية داخل قاعات الصلاة ومختلف مباني المسجد. يمتد جامع الجزائر على مساحة 30 هكتاراً، 400 ألف متر مربع منها خصصت لاحتواء 12 بناية متواصلة ومتكاملة وقاعة للصلاة تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع تتسع ل 120 ألف مصلٍ. ويضم الجامع أول مئذنة في العالم يفوق علوها 265 مترا ودعائم بعمق 60 مترا، وتتشكل من 43 طابقا علويا وطابقين أرضيين، وقد خصص 15 منها كفضاء لاحتضان متحف يخص تاريخ الجزائر، وعشرة طوابق أخرى كمراكز للبحوث، وقد تم وضع منظار ليتمكن زوار الموقع من الاستمتاع بجمال خليج العاصمة، كما تعد هذه المئذنة أيضا منارة للملاحة البحرية. إن زائر للجامع يلمح تلك الزخرفة الجزائرية من خلال الخط العربي والمنمنمات الهندسية والنباتية، فضلا عن النمط المقتبس من التراث الزخرفي الأندلسي. لقد اعتمد التصميم الهندسي لجامع الجزائر الذي شيد بمعايير مضادة للزلازل بقدرة امتصاص 70% من شدة الزلازل على نمط تقليدي يتميز بحضور قوي للأعمدة المزينة بالرخام الناصع البياض التي تعد ركيزة المبنى. كما يحتوي الجامع على مدرسة قرآنية ومتحف للفنون والتاريخ الإسلامي، فضلا عن مركز ثقافي ومكتبة تستوعب مليون كتاب وتستقبل 3400 زائر، إضافة إلى دار القرآن التي تتكون من 1500 مقعد موجه للطلبة الجزائريين والأجانب ما بعد التدرج في العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية. وتضم المدرسة قاعات لإلقاء دروس وأخرى للمحاضرات، وكذا إقامة داخلية ومصلحة لاستغلال وترميم المخطوطات. وإلى جانب ذلك يضم جامع الجزائر 1174 ميضاءة و285 حماما ومرافق أخرى على غرار دار الحضانة ومبان للحماية المدنية والأمن وحظيرة للسيارات تتسع 4000 سيارة مبنية على طابقين اثنين. يشبه منبر جامع الجزائر الذي يبلغ طوله 7 أمتار في تصميمه إلى حد كبير منبر المسجد الكبير بالجزائر العاصمة من حيث الهندسة، كما يتميز المحراب بحجمه الكبير وقد تم إنجازه من الرخام والجبس المتعدد الألوان بلمسات فنية تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة، وهو يتضمن أسماء الله الحسنى 99.
وقد صممت الثريا التي تتوسط قاعة الصلاة بزخرفة بديعة تسر الناظرين، حيث يقدر وزنها بتسعة أطنان ويبلغ قطرها 13.5 متر، وهي تتشكل من 360 ألف قطعة باللورة، وقد طلي معدنها الصلب بالذهب الخالص من عيار 24 قراطا. تتوسط قاعة الصلاة بجامع الجزائر قبة يبلغ قطرها 50 مترا، وقد استمد تصميمها من المعمار الإسلامي، في حين يرمز سجاد المسجد إلى الثقافة الإسلامية والتراث الجزائري الأصيل والعريق، حيث صممت عليه أشكال لمختلف زخارف الزرابي الجزائرية التي تمثل هوية جميع مناطق الوطن. لجامع الجزائر 4 أبواب رئيسة صممت على الطريقة الجزائرية الأصيلة، وهي باب النصر وباب الفتحة وباب المحمدية وكذا باب المصالحة. كما يضم المسجد على امتداد 14 هكتارا مساحات خضراء تضم أشجارا مثمرة مذكورة في القرآن الكريم، بجانبها منابع ونافورات مائية جميلة، فضلا عن مهبط للمروحيات.